عبد العزيز من الناس الحريصة، أنا أشوف على نقاطه وحريص ودائما متواجه، الله يوفقك يا رب. يا جماعة باقي خمس دقائق، بما أن باقي خمس دقائق في شيء بكم تعرضون، أعطونا التركي لو سمحتم. اسمعي تركي. أقلها أسأل علي والله إني ما ترى بين الأماني والجروح، اشتقت لك تحت المطر، حنت لك غصب علي، للحرب مجرم وحتى الحب له مجرم. ما في شيء صعب، ما في شيء بعيد، خلي عينك على تمام الدين، تركي هذه من فريق دعمك، والصوت ذاك وش يذكرك فيه؟ وش طلع على تركي؟ وشي الله يعطيهم العافية صراحة، شيء جدا جميل وجبار جدا جدا إلى أبعد درجة، الله يعطيهم العافية إن شاء الله. آمين. حركوا مشاعر الحزن شوي بالذات في المقطع الأخير، استرجع ذكريات، يعني هي كانت قريبة. طيب بس دقيقة، معلش معلش أقاطعك دقيقة، في شيء رجعنا بالله هناك، في واحد أكل طبختكم وأنت جالس، ما أدري هو شيف والله وشو هذا ذبح الجوع. شوف حول يا ودي ساير، ما بدأ التقييم ساير، شو تسوي ساير؟ هاي